هلا وميت غلا ميت، اهلا وسهلا حبايبي فيكم بقناتكم الطبخ حكايات امجاد. اليوم رح نعمل طريقه صينيه بينصح فيها الاطباء للاشخاص يلي زاد عمرهم عن 30 سنه، النسوان اللي عندها عمر بلشت من 30 وطالع، هي الوصفه بتفيدها بشكل غير عادي. هي وصفه صينيه، تفرك وشهم بالبطاطا، هاي البطاطاي، بتعرف شو بصير اذا فركتي وشك بالبطاطا او فركتيها على ركبتك او كوعك او تحت باطك؟ رح تتفاجئي بالنتائج اللي رح تلاحظيها على جسمك، بصراحة النتائج جبارة من هالبطاطا. رح احكي لك سر انه حتى بالعمليات التجميلية ما بتقدر تزيد التجاعيد بهذا الشكل الجبار، والسر يلي رح تشوفيه بقطعة هالبطاطا. لاحظوا انه الصينيين خاصة النساء من ما عندهم تجاعيد حتى بتصل لسن 90 سنة وهي تجاعيدها كتير بسيطة. معروف انه النسوان الاسيويات هن الوحيدات بهذا الكوكب كله اللي عندهم اقل عدد من التجاعيد، والحيلة طبيعية وسهلة التنفيذ وغير مكلفة وموجودة بمطبخك، ما بدها تكاليف. رح تغير لك 16 مكون ببشرتك بشكل مفاجئ. اولا رح يرتفع عندك الكولاجين ببشرتك بطريقة غير مزيلة، ولهيك من بدي منك اول شيء تحتفظي لي بهذا الفيديو اذا ما عندك هالمكونات، واكيد انا واثقة انها تكون عندك، واللي ما مشترك بقناتي يشترك بالقناة ويفعل الجرس وشاركوا الفيديو لاكبر عدد من الاصدقاء لحتى يستفادوا من هالوصفة الصينية المذهلة. جيبي حبة من البطاطا، حبة عادية اللي بتستخدميها بمطبخك، اغسليها وعقميها واقسمي هالبطاطا لنصين هيك، شوفي كيف هي قسمنا البطاطا لنصين. اعملي ثقوب بداخلها هيك، شوفي هي الثقوب بداخلها لحتى تساعدك على طلعي العصير المتواجد جوا هالبطاطا هيك. بدي اعمل اكبر ثقوب منها، شوفي بدي هذا العصير يطلع، شايفين هذا؟ هذا بقى العصير، هذا هو السر يلي رح احكي لكم اياه. هاي البطاطا بعد ما قسمتيها وعملتي فيها الثقوب لحتى تحرري هذا العصير اللي جواتها، في هذا العصير كل الفوائد للبشرة، مثل ما بتعرفوا البطاطا بتقلل من عيوب البشرة والهالات السوداء اللي تحت العين. البطاطا هي من اروع ما يكون للبشره اذا كنت عم تعاني من البقع السوداء والميلانيه. عصيرها كتير صحي وبيوفر الترطيب العميق، بيرطب لك البشره، بخلي بشرتك دائما رطبه. وهذا العصير اللي عم يطلع من هاي الثقوب، شوفوا كيف هذا العصير اللي عم يطلع بهالثقوب هاي، ردي ارجعي اعملي الثقوب قد ما بتقدري لحتى طالعي لي اكبر ممكن من العصير هاي. هذا العصير اللي عم يطلع منها الثقوب هاي، شوفي هذا العصير اللي عم يطلع من هذا الثقوب رائع بالشفاء وبالتعافي اذا كنتي انت خاضعة لعملية تجميلية جراحية. وكمان هاي البطاطا بتحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، معروفة عنها، وهذا البوتاسيوم بيساعد على ترطيب البشرة وكمان غني بمضادات الأكسدة. هاي هي بيعمل بطاطا، طالما هو انه غني بمضادات الأكسدة يعني رح يحارب التجاعيد والجذور الحرة بالبشرة، رح يحاول يجددها للجذور الحرة اللي تحت البشرة ويحفزها على إنتاج الكولاجين وما يصير فيها أي تجاعيد. هي هي البطاطا فوائدها. العنصر الثاني حطي عليها زيت زيتون، شوفي كيف. إذا ما عندك زيت زيتون ممكن تستبدلي بزيت جوز الهند، عادي ما في أي مشكلة. شوفي كيف بعد ما قسمتها وقطعتها لثقوب، ردي عيدي الثقوب لحتى تطلع عندك عصائر، بدي تضلي هيك اكبر قدر ممكن، لان احنا شفتوا طالعنا شوي من عصيرة، انت لا تطالعي، اعملي هيك هالثقوب هاي. وهلا بقى رح ضيف لها زيت الزيتون بهذا الشكل لسطحها، شوفوا كيف للسطح رح اعمل وهي عم تمتص طبعا، شوفوا كيف هذا هو زيت الزيتون. طيب شو فوائده زيت الزيتون؟ وإذا ما عندكم زيت زيتون بيمشي الحال بزيت جوز الهند، ما في أي مشكلة.
مثل ما بتعرفوا انه زيت الزيتون له فوائد كتير كبيرة وجبارة. هذا المزيج من زيت الزيتون وعصير البطاطا رح يعزز عندك تجديد الخلايا للجلد، وكمان بخفف عيوب الوش، واهم من هيك رح يحارب لك الجذور الحرة ورح يحفز لك على انتاج الكولاجين بالبشرة. شفتوا هالمكونين؟ هالدول اللي بتراب المصاري قديش رخاص، شو رح يعملوا لك؟ وبهيك رح بهذا الشيء لما تعززت الخلايا الكولاجين ببشرتك رح تنطرد كل شيء في عندك خلايا ميتة. وبعدين هلا الطريقة هتقولي لي كيف، حطي هالبطاطا عندك على وشك هيك واعمليها بحركة دائرية، شوفي كيف بتضغطي هيك لحتى يطلع العصير يلي عندك مع الزيت، وبتضلي تعملي بهالحركة الدائرية لوشك. وإذا كان عندك هالات سودا اعملي هالحركة تحت عيونك. هاي الحيلة اعملوها بالليل على وشكم يكون نظيف، وتركوها 20 دقيقة، وبعدين بتغسلوا وشكم. بعد ما تغسلوا حطوا كريم الترطيب اللي بدكم اياه. طيب ما بس هيك، هاي الحيلة ممكن تستخدميها على كل شيء عندك تصبغات بجسمك. اذا عندك تصبغات بكوعك، عندك تحت القبط، عندك بركبك، ممكن تستخدميها هي وتتخلصي من هاي التصبغات. مثل ما قلت لكم بتعمليها على الكوع او على الركب هيك تحت القبط، اذا عندك لون غامق بتتخلصي منه بهي بطاطايه. شوفوا كيف هذا المزيج اللي عم يطلع معي، شايفين بطاطايه مع زيت الزيتون، شوفوا كيف تفاعلوا مع بعض. هذا مزيج جبار، ما بتقدري يعني قلنا لك اكثر من عمليه التجميل. وهذا هو سر الصينيين. عرفتوا شو هو سر الصينيين؟ ما عندهم تكلفه، الصينيين معقدهم كثير رخيصه، ولما انت بتعملي وبتخلصي تقدري هيك بتضلي تحركي بايدك لحتى يتشربه، خصوصا مثل ما قلت لك اذا بدك تتخلصي من الهالات السوداء اللي موجوده تحت عيونك. هي فيها بقع داكنه، تتخلصي من هالتصبغات بهذا الشكل تدهني. انتوا شوفوا، لاحظوا كيف، لاحظوا كيف عم ينشف. انا لسه ما طفيت الكاميرا، انا معكم خلال اقل من دقيقه. شوفوا، لاحظوا كيف هو عم يتنشف معكم وبصير بهذا الشكل، عم تتخلصوا منه لحتى ما يبقى عندكم اثر. هذا اللمعان الزيت الزيتون عطاك اياه، وبتضلي تفركي هيك انت ومرتاحه تفركيه شي 3 دقائق تحت عيونك او على بشرتك المكان يلي بتواجد فيه التصبغات، وبعدين 20 دقيقه تركيه. بعد 3 دقائق هيك تركي خلص، عيدي ارتاحي واعملي ولا كان عندك اي شيء، ريلاكست، تسطحي، انسي الدنيا، وتركيه 20 دقيقه بالضبط. بعد 3 ساعه قومي واغسلي وشك، اغسلي طبعا بمي بارده، ما بدنا مي سخنه لحتى يشد معك، اغسليه بمي بارده ونشفيه منيح، وفورا بتحطي المرطب اللي انت عم تستخدميه او السيروم الطبي، انت الشيء اللي عم تستخدميه وما هو محدد، ما بنعمل اي اعلان لاي شيء معين، كل المرطبات كويسه اللي انت جسمك متعود عليها، كل جسم متعود على مرطب معين، بتحطي هذا المرطب بعد منهم وشوفي الفرق، عن جد رح تلاحظي نتيجة جبارة. عم قلك هذا هو سر الصينيين، وانتو شوفوا الآسيويات كلهم ما عندهم تجاعيد، بتصل النساء لـ90 سنة وما عندها تجاعيد غير شيء بسيط كأن عنا عمرها 30 أو 40 سنة. هذا سرهم، وشوفوا شو بسيط ومن مطبخهم، ونحن ما بنجيب لكم غير وصفات سهلة بسيطة. بتمنى انكم تشتركوا بالفيديو وتشاركونا فيه وتشتركوا فيه، تشاركوه لأكبر عدد من الأصدقاء. دمتم سالمين.